أهلا بكم مشاهدينا الكرام من الرافدين في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف ونبدأ بأهم العناوين. في المدى اختطاف مزارعين شمال بغداد بعد 24 ساعة على حادثة اغتيال ديالة. في يقينت تزايد ظاهرة الابتزاز في سيطرة محافظة ديالة. وفي القدس العربي ارتفاع وفيات كورونا في العالم لأول مرة منذ 6 أسابيع. وفي الشرق الأوسط واشنطن تدين قتل مدنيين بهجمات لقوات الأسد وروسيا. في العربي الجديد لبنان الدولار يحلق فوق 14 ألف ليرة والعين على منصة المصرف المركزي. أما في العربي اللندنية الحريري يحبط محاولة انقلاب من عون. وفي موقع عربي 21 واشنطن ودول عربية ترحب بمبادرة السعودية تجاه اليمن. كتبت هيفاء زنجنة في صحيفة القدس العربي الخائفون لا يستحقون الحرية واحد من شعارات المنتفضين التي بقيت ترفرف عاليا في ساحة التحرير ببغداد وساحة الحبوب في الناصرية، وهو شعار يعبر في عمقه عن روح مقاومة المحتل المتمثلة بالفلوجة رمزا والنضال ضد الطائفية والفساد من أجل الحرية والكرامة والعدالة في أرجاء العراق، وهي روح لا تزال تنبض بالتحدي وعدم الخضوع على الرغم من مرور 18 عاما على محاولة دحرها. يأخذنا حال العراق اليوم ونحن نقف على عتبة مرور 18 عاما على إنجاز المهمة الأمريكية البريطانية إلى مستويات المقاومة التي واجه بها المواطنون قوات الاحتلال وما أسست له من مشاريع تقسيم طائفية وعرقية ونهب اقتصادي، حيث كانت المقاومة المسلحة أولى مستويات النضال، فكانت الفلوجة رمزاً أراد المحتل والمتعاونون المحليون إبادته بكل الطرق الممكنة، من القصف بأسلحة محرمة دولياً إلى تشويه المقاومة وتهديم 70% من المدينة. كان الثمن غالياً ولم تتح للمقاومين فرصة الاحتفال بفعل المقاومة والاستبسال، إذ تمت سربلتهم في حملة إعلامية مكثفة محلياً خاصة بالإرهاب، التهمة الجاهزة التي لم يعد بإمكان أي معارض يرفع صوته احتجاجاً للدفاع عن نفسه إزاءها. تدريجياً تعمقت قدرة توليفة الحكم الطائفية زائد الفساد على كتم أنفاس الشعب محكوم عليه بالمادة 4 مكافحة إرهاب وشهادة المخبر السري والقضاء الفاسد بعد تعريضه للتعذيب والاغتصاب الذي امتد إلى الرجال كما النساء، الأمر الذي دفع منظمة العدالة الانتقالية الدولية إلى كتابة تقرير خاص حول الموضوع احتل فيه العراق مركز الصدارة. جددت الانتفاضة إذن الأمل بإمكانية التغيير الحقيقي وليس مجرد تدوير الوجوه والمناصب بشكل تزويقي، وكانت ستحقق أهدافها فعلا لولا انتشار الكوفيد وما صاحبه من حظر صحي، ومع ذلك لم تنطفئ الشرارة. ماجد السامرائي كتب أن أوراق احترقت وأخرى على الطريق لشيعة السلطة بحسب تعبيره. نظرية الدولة الشيعية تحولت إلى مفهوم متخلف للطائفية السياسية المقترنة بالولاء الأعمى لدولة الولي الفقيه في طهران والابتعاد عن هموم أبناء العراق، وإلى تنفيذ بشع لسياسات الثأر والكراهية والاستبداد. تحولت نظرية الدولة الشيعية إلى مفهوم متخلف للطائفية السياسية المقترنة بالولاء الأعمى لدولة الولي الفقيه في طهران والابتعاد عن هموم أبناء العراق
وإلى تنفيذ بشع لسياسات الثأر والكراهية والاستبداد. كانت أولى الأوراق اكتشاف هذه الأحزاب قيمة الوصايا الإيرانية في المبالغة بمظاهر الشعائر والطقوس الشيعية واستثمار عنوان مرجعية السيستاني، فنفذتها ونجحت في صرف أنظار المواطنين عن المطالبات الأولى بحقوقهم. ورقة الأحزاب الشيعية في العقد الأول من حكمها نجحت في أهدافها عبر شعاراتها الخادعة للأوساط الشعبية بعودة الطائفة الشيعية للحكم وبإفراغ الجهاز الحكومي من الكوادر العلمية والخبرات العراقية الطويلة في ميادين التنمية الصناعية والزراعية وملئها بالأميين أصحاب الولاءات المبالغة الكاذبة للمذهب الشيعي ورموزه. تم بناء أعمدة وجدران القطيعة أمام أي فرصة لبناء دولة وطنية مدنية. الأحزاب الشيعية ومنظماتها الدعوية والإعلامية وضعت إيران في مكانة الإلهام والتوجيه الفكري والسياسي والتنظيمي وتحريم الرأي العراقي الآخر باعتباره إرهابياً وبعثياً وعميلاً لدول الخليج العربي. نفذت هذه البرامج تحت أنظار ومباركة قيادة الاحتلال الأمريكي والإدارة السياسية في واشنطن التي ادعت تخليص البلد من الدكتاتورية والاستبداد. أضاف الكاتب أن أصحاب ورقة التآمر الخارجي أنفسهم هم ادعوا أسبقية اكتشافهم عمالة ثوار تشرين أكتوبر بالسفارات الأمريكية والإماراتية، ولذلك سعوا إلى سحق هذه الثورة اليتيمة النظيفة السلمية وحققوا الجزء الأكبر من مخطط التصفية، لكنهم واهمون. حتى لو خمد لهيب الثورة اليوم بسبب ظروف كثيرة، لكنها ستعود أقوى من السابق لأن عوامل ثقة الشعب بها مستمرة. سلط تقرير بريطاني الضوء على أزمة المياه في محافظة البصرة وما تسببه من آثار صحية سيئة لمواطني المدينة، فضلا عن فرضها أعباء مالية لا قدرة للكثير على تحملها. وذكر التقرير أن احتجاجات عام 2018 انطلقت بسبب تلك الأزمة. وأضاف التقرير الذي نشرته كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية أن خبراء في مجال البيئة في البصرة قالوا إن أحد أسباب ازدياد ملوحة مياه شط العرب وتلوثه هو تصريف مبازل البزل الإيرانية إلى مصبات الشط. أزمة المياه في البصرة تدفع الأهالي إلى تحمل أعباء عيش إضافية لتوفير مياه الشرب، ما يضطر المواطنين لدفع آلاف الدنانير لقاء حصولهم على مياه الشرب من مركبات بيع الماء الجوالة أو من المحال التجارية التي تبيع الماء المحلى أو كما يسميه العراقيون بماء رو. إن أحد أسباب ارتفاع ملوحة وتلوث مياه شط العرب هو تصريف مياه البزل الإيرانية إلى مصبات الشط. مدينة البصرة التي كانت تسمى يوماً ما بفينيسيا الشرق مرت بأزمة مياه فشلت الحكومات المتعاقبة في إيجاد حلول ناجعة لها، ما جعلها المطلب الذي انطلقت منه تظاهرات صيف 2018. لم تستبدل وزارات البلديات شبكة الماء القديمة منذ عام 89 و900 إضافة إلى التجاوز على شبكات المياه وإقامة المشاريع والمصانع على طريق ممرات أنابيب المياه، ما سبب بحرمان مناطق كاملة من المياه. الفساد المالي والإداري الذي نخر جسد الحكومة العراقية منذ عام 2003 وحتى اليوم كان عاملاً رئيسياً في عدم إقامة مشاريع استراتيجية لحل أزمة المياه في العراق، وخصوصاً مدينة البصرة، فيما يرى بعض المواطنين ضرورة إقامة محطات تصفية المياه على البحر كما تفعلها دول الخليج.
ومع وجود تلكؤ وبطء في تحسين خدمات الماء في محافظة البصرة، يخشى مراقبون وناشطون من عودة أزمة الماء لعام 2018 إلى الساحة من جديد، وأن تتسبب باحتجاجات تطالب بالماء النقي والخدمة الأخرى التي طالب بها العراقيون منذ قدح أول شرارة للتظاهرات في عام 2011. تعرضت قوات التحالف في العراق لأربع هجمات صاروخية منفصلة في غضون أقل من شهر. أسفرت هذه الهجمات عن قتل وجرح أفراد من التحالف ومدنيين عراقيين. وقد ازدادت شدة حملة القصف التي استهدفت الشاحنات العراقية التي يزعم أنها تحمل إمدادات للتحالف. بينما شنت الميليشيات العراقية هجمات على السعودية بالتنسيق مع الحوثيين في اليمن، في حين أن إيران لديها سيطرة كبيرة على تلك الميليشيات، فإن العراق يتحمل أيضا المسؤولية القانونية عن هجمات الميليشيات، وهذا ما جاء في تقرير موقع جاس سيكيورتي الأمريكي. على الرغم من أفعال الميليشيات وعلاقاتها الوثيقة بإيران، إلا أن هناك جانب آخر، وهو أن كل من كتائب حزب الله والنجباء والعصائب ومجموعات المقاومة الرئيسة الأخرى، كلها هيئات رسمية وقانونية ضمن الدولة العراقية كونها منضوية تحت مظلة ميليشيا الحشد الشعبي، وهي منظمة شاملة تتألف في الغالب من الشيعة. في نهاية عام 2016 أقر مجلس النواب في العراق القانون رقم 40 لسنة 16 و2000، قانون هيئة الحشد الشعبي. أضفى القانون الطابع الرسمي على هيئة الحشد الشعبي، وهي الهيئة الجامعة لكل الميليشيات، مع دمج الحشد الشعبي في القوات المسلحة العراقية. والنتيجة هي أن العديد من الميليشيات الرئيسة المسؤولة عن مهاجمة التحالف تحصل أيضاً على رواتب من الحكومة العراقية أثناء عملها كأعضاء رسميين في قوات الأمن، بينما تستفيد الميليشيات بشكل كبير من وضعها القانوني، فإنه في المقابل تتحمل الحكومة المسؤولية عن أفعال الميليشيات غير القانونية. إن القانون الدولي الخاص بمسؤولية الدولة يخضع للتشريع المحلي عند تحديد من أو ما هو كيان دولة معينة. في هذه الحالة من الواضح أن العراق قد اختار دمج ميليشيا الحشد الشعبي، ويجب أن يتحكم بسلوكهم. ووفقا للمادة 7 من مواد لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، فيجب أن يظل العراق مسؤولا حتى عندما يتجاوز جهاز الدولة كميليشيا الحشد الشعبي سلطته ويخالف التعليمات. المسؤوليات العراقية تترتب عليها التزامات عراقية. يقع على عاتق العراقي الآن إذن العديد من الالتزامات بموجب قانون مسؤولية الدولة تجاه الولايات المتحدة وبريطانيا وأي دولة من دول أعضاء أخرى في قوة المهام المشتركة والتي تتكبد هذه الخسائر. بعد 10 سنوات على صيحات السوريين المنادية بالحرية والعدالة والكرامة، تنطلق اليوم أصوات كثيرة تتحدث عن هزيمة الثورة السورية. وضمن المعترفين بهذه الهزيمة نلحظ صوتين، خطابين مختلفين برؤى، على الرغم من انطلاقهما من جذر واحد وهو الاعتراف بهزيمة الثورة. ينطلق الأول من إعلان الهزيمة بالمعنى السلبي للمفردة، وينطلق الثاني من منطق تسويغي يبحث عن مسوغات لهذه الهزيمة بما يضفي قيمة إيجابية على تلك الهزيمة لكونها نتيجة علمية يقول بها تاريخ الثورات وعلميتها. وهذا ما جاء في مقال للكاتب محمد ديبو نشرته صحيفة العربي الجديد. هل هزمت الثورة السورية وانتهت إلى الفشل حقا؟ وإذا كانت لم تهزم حقا، فما الذي هزم إذن؟ وما هذا الذي يجمع الجميع على هزيمته اليوم؟
تبين قراءة الثورة ضمن المدة الطويلة للتاريخ وفق لغة محمد إرغون أن الثورة السورية أدت تماماً المهمة المطلوبة منها في فتح آفاق التاريخ والممكن، فهي كسرت حلقات كثيرة كانت تبدو لنا شبه أبدية ومغلقة، وأنهت أساطير وسرديات كثيرة كانت مهيمنة، وهدمت كل معالم العالم القديم الذي كنا نرقد بين طياته. وما نراه اليوم هو الذي يظهر لنا هزيمة، وهو ليس كذلك، هو رماد وأنقاض العالم القديم الذي لم يزل يهدم بفعل أثمان كبيرة وفادحة تقدمها القوى الجديدة المطالبة بعالم جديد لم يولد بعد، وتتوقف ولادته على إمكانات الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، وهي إمكانات لم تزل قائمة ولم يغلق قوسها، على الرغم من أنها لم تنتظم في إطار واضح ومحدد المعالم بعد. من يتأمل مكونات الوعي السوري مجتمعا ونخبة قبل عام 2011 حتى اليوم، يجد أننا أمام وعي جديد، وعي يقطع العالم القديم وينتمي إلى روح العصر الحديث، مع أن كثيرا من مكونات الوعي القديم لم تزل قائمة وتعاند عملية إسقاطها وهزيمتها. وعي كهذا نجده حتى عند مؤيدي الدكتاتورية الذين لم يعودوا ينظرون إلى سوريا والعالم بالمنظار نفسه الذي كان ينظر إليه في السابق. إذن ثم تغيير عميق وكبير في الوعي والنظر إلى الآخر والعالم والسياسة والبلد، وهذا أمر ما كان ليكون من دون الثورة السورية. موقع ميدل إيست آي البريطاني ذكر أنه كان من المفترض أن يمثل انتخاب بايدن نهاية لرئاسة دونالد ترامب المضطربة، ولكن من نواح عديدة يعد بايدن رجل الاستمرارية مع كل الضجيج في أثناء تنصيبه عن التغيرات القادمة في البيت الأبيض. وأوضح الموقع البريطاني أن كل من يتوقع من بايدن أن يغير السلوك الإمبراطوري للولايات المتحدة تماماً فهو لم يقرأ جيداً التاريخ. في المقابل فالولايات المتحدة الأمريكية أصبحت عاجزة أكثر من أي وقت مضى عن مواجهة القوى العالمية الصاعدة. الإدارة الأمريكية الجديدة تعمل على تغيير اللهجة، التخلي عن عبارة الفيروس الصيني مع الحفاظ على الجوهر. في الشهر الماضي قال بلينكن إن ترامب كان على حق في اتباع نهج أكثر صرامة تجاه الصين، بينما قالت وزيرة التجارة جينا ريموندو إنها ستواصل سياسة ترامب باستخدام الأدوات الكاملة المتاحة لها لحماية الولايات المتحدة وشبكاتها من التدخل الصيني. يصف الخبير الاقتصادي جيفري ساكس العقلية الأمريكية الفريدة التي تشكلت قبل 200 سنة من خلال مبدأ مونرو، أو في الواقع منذ تأسيس أول مستوطنة استعمارية، قائلاً إن الولايات المتحدة ترى أن قدرها وواجبها هو توسيع قوتها وتأثير مؤسساتها ومعتقداتها حتى تسيطر على العالم. الولايات المتحدة شأنها شأن روسيا والصين وإسرائيل من الدول القلائل التي لم توقع على قانون إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، حتى أن ترامب فرض عقوبات على أعضاء المحكمة. مع ذلك يرى مايكل بيمبروك في كتابه الجديد بعنوان أمريكا في تراجع، والذي يتحدث عن تراجع الزعامة الأمريكية للعالم منذ الحرب العالمية الثانية إلى حدود جائحة كوفيد-19، أن الولايات المتحدة أصبحت عاجزة أكثر من أي وقت مضى عن مواجهة القوى العالمية الصاعدة وأبرزها الاقتصاد الصيني. إذن سيكون من الصعب اليوم تخيل طريقة خروج الإمبراطورية الأمريكية من زعامة العالم كما حدث مع بريطانيا وفرنسا مثلا في القرن العشرين. سببت الفيضانات في نيو ساوث ويلز في أعلان مناطق من الولاية منطقة كوارث طبيعية،
فقد أجري السكان في المناطق المتضررة من الفيضانات غربية سيدني ليلا مع استمرار هطول الأمطار في أكثر ولايات أستراليا اكتظاظا بالسكان. وفي مؤتمر صحفي أعلن ديفيد إليوت وزير الشرطة وخدمات الطوارئ في نيو ساوث ويلز أن 16 منطقة في الولاية وفي شمالها خاصة مناطق منكوبة. وقالت رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز غلاديس بيجل كليان للصحفيين، قالت: للأسف تشهد أجزاء من الساحل الأوسط الشمالي حدثا يقع مرة واحدة كل 100 عام. نبقى الآن مشاهدينا الكرام مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحافية لهذا اليوم، غدا بإذن الله تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.